السلام عليكم، نتمنى كل شيء بخير ان شاء الله. يكون الدرس هذا يكون خاص ان شاء الله في الدرس ديال الفيزياء، الجزء ديال الكهرباء، وغادي نخدمه ان شاء الله على الار سي، من بعد ان شاء الله نخدمه على ال سي، من بعد ار ال، وفي الاخر الدرس غنديرو ار ال سي. المهم اول فقره غنبداو بها هي ار سي. بالنسبه للناس اللي بغات شي درس ما فهماش وبغاتنا نديرو عليه التمارين ونخدمو عليه امتحانات وطنيه، مرحبا بكم، دوز عندي الانستغرام، كل هي اي درس غنوجد عليه حصه ان شاء الله. وبالنسبه لهاد لاباج فيسبوك راه بالنسبه للدراري اللي بغاو اللي كيطمح انه يمشي شي مدرسه ديال لي زانجينيور، شي مدرسه ديال المهم ديال ليكونومي، بحال لون سي جي ولا لانسا ولا لانسام ابيزا، راه في الاخر ان شاء الله من يقرب يسالي الباك يسالي يعني الوطني، غيكون توجيه فيديوهات ديال التوجيه، حتى الناس اللي باغا تمشي للخارج تقرب خارج غيكون توجيهات وشنو خصكم ديروا وشنو النقاط اللي خصكم تحصلوا عليها في المواد، يكون على خير ان شاء الله. المهم نبداو بالدرس ديالنا. ار سي، ثلاثي القطب ار سي يعني كتكون فيه واحد المقاومه ار اللي الوحده ديالها هي الاوم، و كاباسيتي سي يعني سعه المكتف اللي الوحده ديالها الفراد. هاد ثنائي القطب هذا هاد المكتف تيلعب دور بحال الدور ديال الباتري، يعني كتشحنو وكتشوف التغيرات ديالو كيفاش كيتغير مع الزمن، كتعاود دير ليه التفريغ وكتشوف التغيرات ديال الزمن. بين هاد العمليه ديال الشحن والتفريغ كيكونوا معادلات رياضيه في الفيزياء، اللي خصنا نخدموا عليها. اول حاجه خصنا نعرفوا ان شنو هي العلاقه بين التيار والشحنه. التيار كديفينيسيون كتعريف ليه كيتعتبر في الفيزياء هو السرعه، بحال السرعه ديال الشحنه، لان الشقاق ديال الشحنه على الزمن بحال السرعه، هو الموفمون ديالها والحركه ديالها. اذا التيار هو دي دو كي سو دي دي، هذا بالنسبه للمولد المؤمثل للتوتر، اللي كان عندنا داك المولد اللي كان تيعطينا التوتر تتكون دي دو كي سو دي دي، وغالبا في الوطنيه تكون شي كنخدموا بهذا. اما كان المولد مؤمثل للتيار كيكون كيو على تي، ما كنديروش الاشتقاق، تنخليوه هكا. العلاقه اللي بين سعه المكتف والتوتر ديال المكتف والشحنه هي هذه كيو كتساوي سي اس. هذا غير كملخص للدرس، غنبداو بيه باش نبداو بالتمارين. العلاقه بين اي ودابا يو سي هي اي سي دي دو يو سي سو دي تي. كيفاش كنبرهنوا على هذه؟ الا جيتي هذه حطيتيها هنا عوضتيها سي ثابته تخرج تقارن دي دو يو سي سو دي دو تي، يعني البرهنه ما كتطلبش منك ولكن انت خصك تكون حافظ هذه العلاقات. دابا الى عندنا جوج حالات كيف قلت لكم في البدايه، عندنا الشحن وعندنا التفريغ. في الشحن كيفاش غتكون المعادله التفاضليه، كيفاش غتكون التغيرات ديال ديك الداره، وفي التفريغ كيفاش غتكون التغيرات ديال ديك الداره. بالنسبه لمعادله المعادله التفاضليه ار سي، ها كيفاش كتكون في الشحن. حنا غنديروا تمرين في هذا الفيديو ان شاء الله كيفاش كنبرهنوا على الشحن، من بعد نديروا التفريغ، ولا نديروا التفريغ ونديروا الشحن من بعد. المهم هذه المعادله التفاضليه، الحل ديالها هو هذا. بالنسبه للوطني تيقول لك جبد لي المعادله التفاضليه، اما الحل كيعطيه لك وتيقول لك بين ان هذا هو الحل، ولا تيقول لك اعطي الحل، يعني خصك تكون حافظ ومتاكد منه، وراه ساهل. هذه هي القدره الكهرومحركه او، هادي ليكسبونونسيال دو طو، هادي تي على طو طو هي ثابتة الزمن اللي هي ار سي. المعادلة التفاضلية في التفريغ كتكون كتساوي زيرو، يعني ار سي دي يو سي دي تي زائد يو سي تساوي زيرو، هنا كتكون كتساوي او، لأن الشحن في التوتال غتولي او. كاين هنا المعادلة التفاضلية ديال يو سي، هنا يو سي، يقدر يقول لك عطيني معادلة التفاضل ديال اي، ولا يقدر يقول لك عطيني معادلة التفاضل ديال كي، ولا ديال يو ار، غنديروها في التمارين، ولكن راه ساهل بثلاثة هاد العلاقات هادو غتعرفها. والعلاقة الثالثة اللي هي يو ار كتساوي ار في اي، قانون اوم. بالنسبة للحل ديال هاد المعادلة هو على الشكل هذا، في حال هنا في حال الشحن في حال التفريغ، يعطيه لك في الوطني يقول لك تبين، إذا بغيت تبين أن هذا هو الحل كتمشي تعوض يو سي هنايا، كتعوض هاد يو سي كدير ليه الشقاق كتعوضو كتجمعهم خصو يساوي صفر، إذا كان كيساوي صفر راه حل، إذا ما كانش كيساوي صفر راه ماشي حل. المهم غنشوفو في التمارين إن شاء الله. الحالة ديال الشحن والحالة ديال التفريغ، في اللحظة زيرو كيفاش كيكون التوتر في المكتف؟ تيكون زيرو يلا غنبداو نشحنو، ومين كنكون شي لامفين يعني دزنا واحد المده مثلا ساعه كيتشارج كيولي واقع، كياخذ داك التوتر كامل اللي كاين في داك المولد. فهمتي؟ يكون زيرو تيكون ديك الساعه التيار في اللحظه زيرو راه هو او على ار، تيكون هذا هو يو ار، وفي لامفيني كيكون زيرو. تي دابا في الشفت التفريغ تي كتساوي زيرو، دابا الباتري بحال دابا داك المكتف عمر عندنا، نحسبو ديك اللحظه الاصل اللحظه زيرو، يو سي كيكون ديك الساعه في ديك اللحظه كيساوي او، ولا بقينا خليناه مع المده بحال الباتري ديال التليفون بقينا مده غيخوى اللي كيكون التفريغ.
والعكس ديال هادو، غير هنا كتكون واحد لو سين موان، واحد الحركة ناقص. ثابتة الزمن طو دائما هي ار سي، ولكن إلا كان عندنا بزاف ديال المقاومات هي مجموع ديال المقاومات مضروبة في ديك الساعة المكتف. والمدة اللازمة لشحن المكتف كليا هي 5 طو، غادي يعقلوا عليها قليل في كتعطى الامتحانات لأنك خصك تكون عاقلة. لا، الطاقة المخزونة في المكتف هي ان دومي، واحد على جوج سي في اس سي او كار، غادي حفظها وغادي نخدمو فيها التمرين الجاي ان شاء الله. نخدمو فيها سعة المكتف إذا كانوا على التوازي كنجمعهم، ولا كانوا على التوالي كنديرو المقلوب وكنجمعهم. المكتف هو العكس ديال المقاومات، لأن المقاومة على التوالي كنجمعهم وعلى التوازي كنقلبوهم. دابا غندير واحد التمرين تطبيقي لهادشي اللي درنا، ومن بعد هاد التمرين هذا في الفيديو الجاي إن شاء الله غنخدم لكم امتحان وطني، يا إما ديال 2009 ولا 2010، المهم امتحان اللي بغيتو كتبوا لي هنايا في الكومنتير. الوطني نخدموا اللي فيه ار سي باش نمشيو للدرس الجاي ار ال، نديروا عليه الدرس وتمرين وامتحان وطني. المهم التمرين عندنا واحد الومات عباره عن آلة تصوير كتسمى فلاش بواسطه عمودين مركبين على التوالي. قوته المركبه المحركه هي اه، حيث تحول الداله الكهربائيه توتر مستمر متواني الى توتر متناوب ليتم تضخمه فيما بعد كهربائي طنطن صمام ثنائي. يتم بواسطه التوتر المقاوم سعة المكتف اللي عندنا هي هذه، حيث يصبح التوتر بين مربطي المكتف بعد الشحن هو 330 في، يعني بعد الشحن هاد في يعني في اللحظة الزيرو يو سي، هذا راه هو يو سي ماشي بالضرورة يكتب لك هنا يو سي، خصك تعرفها شكون هو هاد أين التوتر كنهضرو عليه يو سي، إذا هذا هو يو سي. لاحظوا معايا سعة المكتف هنا عطاونا بميكرو فاراد، واحد ميكرو فاراد كيساوي 10 أس ناقص 6 فاراد، عقلوا على الوحدات. غنديرو دراسة لهاد الوماد هذا. اعطيت تعبير الطاقة المخزونة في المكتف بعد عملية الشحن وحسب القيمة ديالها، يعني عطيت التعبير ديال الطاقة اللي قلنا قبيلة وحسب القيمة ديالها، وقالك بعد عملية الشحن. شوف كيفاش غتكون. دابا في السؤال الثاني داك المكتف اللي عندنا في الدار هادي غنفرغو ونديرو له التفريغ عند لحظة تي تساوي زيرو في المصباح الوامض على التصوير اللي كنا مديرين بهم موصل اومي. دابا غنزيدو ليه واحد الموصل اومي، غنزيدو ليه واحد الموصل اومي اللي المقاوم ديالو هي ار بريم. هاد المصباح هذا باش فيرسل المصباح ومضة ضوئية تستغرق مدة زمنية 5 طو اللي هي 1 ملي سكوند، باش يعطينا واحد ممضة ضوئية خصو 1 ملي سكوند. اذا 1 ملي سكوند راه هي 5 طو، انت خصك طو يعني خصك واحد تقسمه على 5، وطو هي ثابتة الزمن ديال ار سي. السؤال الاول اوجد معادلة التفاضلية، السؤال الثاني حدد قيمة المقاومة، هذا تعبير التوتر في السي، يسجل الطاقة المخزونة في المكتف بدلالة الزمن. هنا نديرو بدلالة الزمن، أما هنا قالك تحسب القيمة ديالها، مغنعرفوش شنو الفرق. الطريقة الثانية، الجزء الثاني من التمرين، غنديرو دراسة ديال المكتف الوماض باش نتحققو من قيمة سعة المكتف. واحد التلاميذ غينجز واحد الدارة كهربائية على هاد الشكل هادي، فيها واحد المولد وفيها قاطع تيار كا ومكتف وآر. اغلق التلميذ غيسد هذا المكتف هذا عند اللحظه، يعتبر اصل التواريخ اللي نسميوها ثاني زيرو، ثم سجل في لحظات مختلفه شده التيار، عطاه هذا الميبيان هذا، عقلوا على الميبيان مزيان. غنحدو قيمه المقاومه ار، وغنستنتجو من الميبيان قيمه سعه المكتف. بعد اول حاجه غنمشيو نعطيو السؤال اللي قلنا في الاول، الطاقه المخزونه في المكتف بعد عمليه الشحن خصنا نحسبوها. دراسة الومة الطاقة المخزونة شنو قلنا عليها في التعريف الأول، هي ان دومي واحد على جوج سي سي في يو او كاري. شنو هي السي؟ هي سعة المكتف عطاوها لينا، و يو او كاري هي هادي، لأن من بعد ما شحنا المكتف عطاتنا هاد القيمة هادي. سهلة، غنجيو نعوضو هادي في الوطني، لا تحطات في الوطني كتحط على 0.25 وما خصهاش تضيع، علاقة تطبيق عددي وحدة مع الوحدات، يعني الوحدة الفولت يعني خصها تكون فاراد. إذا شنو غنديرو؟ 10 أس ناقص 6 هي 1.5 في 10 أس ناقص 4، ونديرو أوكاري وتعطينا الوحدة ديال الطاقة هي الجول، وحنا هي 0.25 ربحناها من الامتحان. شو السؤال اللي بعد؟ دابا السؤال غادي نوجدو المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر بين مربطي المكتف. معادلة تفاضلية، بالنسبة للمعادلة التفاضلية شنو عندنا؟ يولي عندنا تفريغ، يعني يو سي زائد يو ار تساوي زيرو، بقا والو خوا. اذا حنا بغينا ديال المكتف، اذا شنو غنديرو؟ يو سي غنخليوه بلاصه، وهاد يو ار غنعوضوه بار في اي، قانون اوم معروف هذا. شنو لقينا على اي في الاول في الدرس؟ هي دي دو كيو سور دي دو تي. وشنو لقينا على كيو؟ هي السي في يو سي،
باش عوضنا عطينا هاد العلاقة هادي. تقدر تجي ديريك تقول له يو سي زائد ار اي وتعطيه هادي بلا ما تعطيه هادي، مفهوم هادي بلا ما تعطيه هادي، تقول له بما ان اي كتساوي سي في دي دو اي سي دي تي، هادي هي المعادلة التفاضلية. خصك ضروري تلقى واحد، تلقى اي سي والشقاق ديال اي سي ونضربها في شي حاجة كتساوي شي حاجة، هادي هي المعادلة التفاضلية. السؤال جوج جوج، خصنا نقراو السؤال بعدا. سؤال جوج جوج، خصنا نحسبوا قيمة المقاومة ومن بعد نعطيو التعبير ديال اي سي. قيمة المقاومة خصنا نحسبوها شحال كتساوي، اش كنعرفو حنا؟ طو، طو هي ار سي، سي ديجا عندنا، و طو راه ديجا عطينا في واحد المدة هنايا ديال دلتا تي كتساوي 5 طو اللي هو 1 ملي سكوند. إذا قسمنا واحد على 5 عطينا 0.2 ملي سكوند، خصو يتحول للسكوند. إذا ار كتساوي سي تساوي طو على سي، 2 × 10⁻⁴ باش نحولوها للسكوند، و سعة المكتف 1.5 × 10⁻⁴ باش ناخدو الفراد باش تعطينا الوحدة العالمية اللي هي الأوم. دابا في السؤال 3-3 بغا قالك أوجد تعبير ديال أو سي بدلالة الزمن، راه من الآخر تيبغي يقولك أعطيني الحل ديال المعادلة التفاضلية. كيفاش غتلقى حل المعادلة التفاضلية؟ عندنا التفريغ، هذا هو الحل. هنا في هذه الحالة ما عطاش لك، خصك تكون حافظه. تقولنا لدينا حل المعادلة التفاضلية كما يلي، هذه واحد ثابتة وهاد الطو ثابتة، هاد خصك تعرفها. باش تعرفها كتعرفها بالشروط البدئية. شنو هي الشروط البدئية؟ يعني كنتي تعوض تي بزيرو و يو سي شحال كيساوي. إلا عوضنا تي بزيرو هذا كله يكون زيرو، اكسبونونسيال زيرو هي واحد، يعني بقات لينا أ كتساوي يو سي في اللحظة زيرو، و يو سي في اللحظة زيرو يعني في البدية هي 330، يعني أ كتساوي 330. و طو هي ار سي اللي هي 2 × 10⁴ ديجا عندنا هادي، وبالتالي نكتب الحل. دابا غنجي نعوضو، ها انت يو سي 330 و طو، الا حطيتي هنا طو 2 × 10⁻⁴ ودرتي القسمة، درتي واحد على جوج فاص واحد على 2 × 10⁻⁴، صدك هي ناقص 5000. ديرها في الكالكيوتر تطلع عليك. اذا كتجبد ليه يو سي فقط بدلالة الزمن. دابا في السؤال 3 غادي نجبدو الطاقة المخزونة حتى هي بدلالة الزمن، لان في هذا السؤال هذا شنو جبدنا؟ جبدنا القيمه ديالها في الحاله البدئيه يعني بعد الشحن. دابا غنجبدوا دلاله الزمن. اش عندنا؟ لا اش عندنا سيدي؟ عندنا او كتساوي ان دومي سي في يو سي الكل او كاري، وهاد يو سي هذا هو هذا، يعني هذا كله غدير ليه او كاري، كله غدير ليه او كاري. هذا يعني اش غيولي عندنا؟ واحد على جوج في سي في 330 او كاري، والسي راه هي 1.5 × 10⁴، هتضربها في 330 او كاري عطاك 8.17، وناقص 5000 الا ضربتيها في جوج عطاك 10000. مفهومة دابا هاد الفقرة هادي؟ حنا لقينا او بدلالة الزمن. نمشيو دابا لدراسة المكتف الومض. دابا شنو اللي عندنا؟ دابا غنديرو الطريقة الأولى يعني الشحن. لدينا حسب الدارة الكهربائية، تولي عندنا المعادلة التفاضلية في اللول كانت عندنا هنايا. شنو هي المعادلة التفاضلية؟ كانت عندنا هنا كانت زيرو، يو سي زائد او ار تساوي زيرو. أما دابا عندنا يو سي زائد او ار تساوي او، يعني يو سي او ار، او ار شنو هو؟ هو قانون اوم عوضوه ار اي، يو سي زائد ار اي تساوي او. لدينا عند لحظة تي تساوي زيرو المكتف غير مشحون، وبالتالي نعوضوه بزيرو، يو سي بزيرو تساوي زيرو. علاش؟ لان المكتف غير مشحون. يلا غنديرو الشحن، يعني يو سي خاوي، يعني غنشارجي بحال تشارجي الباتري التليفون ديالك. و ار اي في اللحظة تساوي زيرو غتساوي او. علاش؟ لان هذا كيساوي زيرو يعني ار اي غتساوي او، يعني ار غتساوي او على اي، او على اي. ولدينا او عطاوها لنا في 8 24 فولت، و اي ما عندناش، خصنا نمشيو للحظة تي تساوي زيرو مي بيان اللي عطاونا هنايا. تي تساوي زيرو هنا هي 120 μA، غادي نحولوها، غنحولوها عطينا هي 12 × 10⁵ أمبير، و إلا قسمتيها على هادي عطيك 2 × 10⁵ أوم، و تتحولها لكيلو أوم. كحولها، شوف الوحدات خصكم تحافظو عليهم و تحفظوهم و تضبطوهم مزيان. راه كاين اللي كيقولك أنا خدمت عطيت العلاقة و كيجي يشرح مزيان. في الوطني إلا درتي له هادي غالطة جيتي دير هنا الأوم درتي كيلو أوم، أضرب يعطيك أنقص لك واحد ناقص 0.25، غيحيدها لك و مالنا عليها. نضبط الوحدات ونضبط التحويلات.
دابا في الفيديو الجاي ندير لكم العلاقة ديال المقاومة ديال يوسا كيفاش تحولوا كل شيء. واخا دابا خصنا نلاحظوا السؤال الجوج، غنشوفوا هذيك ساعة المكتف واش هي ولا ماشي هي. في الاول كان عندنا التفريغ ودابا عندنا الشحن، واش حافظ واش بقات هي السي ولا ما بقاتش، كيفاش غنديروا؟ السؤال جوج، نلاحظ ان المنماس للمنحنى عند اللحظة تي يتقاطع مع محور الزمن، كيفاش كتبغي تجبد الطو؟ ها كيفاش كنجبدو الطو؟ مماس ديال المنحنى اللي غيتقاطع مع محور الزمن، ها هي عطينا 30، اذا هذه هي طو. يعني كيف كنجبدو طو؟ وديجا حسبنا ار لقيناه، والسي هي اللي تنقلبو عليها. علاش؟ خصنا نتاكدو واش هي ديك القيمه اللي كانت عندنا في الاول. اذا طو كتساوي ار سي، يعني السي كتساوي طو على ار، ونعوضو الطو اللي لقيناه هي 30، و ار هي جوج في 10 و 35 سكوند. وهنا الاوم غتخرج لنا ديريكت الفاراد، الى حولناها تخرج لنا هي 150 ميكرو فاراد، وهذه هي القيمه اللي كانت عندنا في الاول. يعني